طبعا وصلنا لفقرة الأخبار والمنوعات، دائما بنشوف كل جديد وكل غريب وكل أيضا مميز، ونشوف كمان كل الناس اللي بدأت تدخل على موسوعة جينيس، ونحن لسه جالسين ما عرف مت إيش راح نسوي ومتى راح ندخلها. هلا في إنجازات وحنبدأها إن شاء الله لم يبن مبادرة، إن شاء الله أنها تكون بادرة بإذن الله، بادرة خير، لأنه هذه المبادرة هي مبادرة كتاب صوتي. هذا الكتاب يربط 14 مليون سعودي بالعالم ثقافيا، لكم أن تتخيلوا. وهذا اللي دشنت في جدة، زي ما قال الخبر، دشنت في جدة أكبر منصة للكتب الصوتية الصوتية العربية عفوا والمترجمة في العالم من خلال تطبيق كتاب صوتي، ويشارك فيه أهم دور النشر والكتابة ومؤلفي أيضا القصص والروايات والاستوديوهات في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم. بالتأكيد هذه نقلة نوعية لعالم الثقافة والتعليم، لأنه اعتقد احنا في زمن التطور التكنولوجي حنحتاج لمثل هذه البادرات. واو يس، مرة حلو، مرة حبيت الفكرة. أخيرا إنجازات بتكون عندنا وبتفيد أيضا الطلاب والطالبات والشباب والبنات أيضا، ففعلا فخورين فيه جدا. إلى خبر آخر وعن الرجل الحديدي تحديدا الذي يحلق في سماء دبي، عندنا فيديو لهذا الخبر، ولكن أول ما نسمع عن موضوع الخبر هذا بيجي في بالنا أنه أكيد عن تصوير فيلم أكشن أو شيء كذا غريب أول مرة نسمع عنه، ولكن تخيلوا معايا أنه اللي بنشوفه في الأفلام صرنا فعلا بنشوفه في الطبيعة، وتحديدا المهندس البريطاني ريتشارد المعروف باسم الرجل الحديدي أثار ضجة واسعة جدا عقب انطلاقه طائرا ببزته الحديدية في سماء دبي والتي ابتكرها بنفسه، وحيث قام بالتحليق في وضع رأسي ويمكن التحكم باتجاه الطيران والسرعة باستخدام اليدين. وهذه البدلة نفسها أتوقع اللي كنا نشوفها في فيلم سوبرمان، وهذا الرجل الحديد اللي كان ضد سوبرمان في الفيلم، فتخيلوا معايا. او ماي جاد، انا ما افتكر الشخصيه اللي قلتيها، بس افتكر ايرون مان، اللهم بدله سوداء. لا في واحد معه كان بيطير كذا مع سوبرمان، بس اعرف الايرون مان اكثر. شفت كل اجزاء سوبرمان. انت شفت سوبرمان؟ لا ما احب سوبرمان اصلا. أوكي. انا احب ايرون مان لانه فعلا زي ما قلت بيده بيتم اطلاق الهواء زي ما احنا شايفين، وهذه واحده من ميزات هذا فعلا يعني اختراع. انا من مارفل صراحه، انت دي سي، انا مارفل. ممكن يغير يعني شيء جدا كبير في المجتمع، يعني هل تتوفر ذي البدله لكل احد ممكن يشتريها؟ هل تتوقع؟ السرقات حتكثر؟ نصير نطير؟ حلو. المهم ان نستخدمها دائما ان شاء الله في الخير من هذا من هذه التقنيه العاليه والجميله والممتعه، فقط ايضا للنظر الى عطل فني للاسف الشديد، ولكن هذا العطل الفني كان في مكان اخر، في لعبه تركت الركاب مقلوبون رأسا على عقب، وهذا اللي صوروا أحد الحاضرين في الفيديو اللي هنشوفه، حيث أصيب أكثر من 60 شخص بالذعر والرعب عقب توقف لعبة أفعوانية واللي كانوا فيها في اليابان تحديدا زي ما احنا شايفين في هذا الفيديو لمدة تصل إلى ساعتين، حيث عمل موظفون منتزه على مساعدة الركاب الخروج من اللعبة بأمان شديد، وتم إعادة تشغيل اللعبة بعد نحو ساعتين. لهم وجه يشغلوها. عشان كذا أنا مستحيل ألعب الألعاب هذه، الألعاب الخطيرة، لأنه فعلا ما تعرف إيش ممكن يصير فيك وأنت معلق في الهواء. واو، شيء جدا مخيف. و مشت على خير يعني الحمد لله قدروا يصلحوها. مجرى الدم ممكن احد يكون ما يتحمل او شيء، مجرى الدم اللي في وجه الانسان هذه خالها مقلوبين. مقلوبين يس على وجيههم، شيء مخيف. كذا نحن نحذر الاهالي انه يمسكوا اولادهم وبناتهم، ليش اصلا على هذه الالعاب يعني الخطيره، ويكون في ارشاد اصلا. او ماي جاد، بس انا كطالع فيها كذا تحس بخوف، كيف اذا طلعتها من جد؟ يعني قلبهم قوي اللي بيطلعوا ذي الالعاب. عموما نعيش ونشوف، وايضا في خبر اخر راح يكون في ايضا قلبكم قوي وراح نتعرف على هذا الشيء. بس قبل ما اقول الخبر بسال تراد، هل ممكن انك تسافر بطياره بدون طيار؟ ممكن؟ اوكي، مستحيل اتوقع، ولكن هذا اللي صار في تطوير طائره بدون طيار قادره على التحليق عاما متواصلا، تخيلوا. وتم الكشف عن مشروع لتطوير هذه الطائره الذي تعمل بالطاقه الشمسيه تحديدا، ويمكنها ان تطير لمده عام كامل
قبل أن تحتاج إلى صيانة أو للتزويد بالوقود للطائرة تستخدم خلايا شمسية خفيفة الوزن للغاية على جناحيها، مما يسهل الحصول على الطاقة الشمسية. هذه الطائرة بس ما هي للركاب، هي طائرة. تبغيني أطلع بطائرة من غير الطيار؟ يعني هم بيقول لك ما هي للركاب، يعني طب هذه ليش؟ مخيفة صراحة، ما أعرف ليش. ليش؟ ممكن يستخدموها للتصوير؟ ممكن تصوير، ممكن خلايا شمسية، مراقبة. ما أعرف يعني. ممكن تستخدم خلايا شمسية عشان كده بس. ممكن مراقبة والله. خلصت الطرق كلها؟ طيب أوكي، لكن نعيش نشوف. عموما خلينا من الطائرة اللي بالغير طيار والفكرة المفجعة إلى فكرة غريبة جدا واللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تويتر. يقول لك وفقا لبيانات شركة بيبي لاب، يقول لك شاهد موقع تويتر 10 منشورات في الساعة، بمعدل 10 منشورات في الساعة بيكتب فيها عبارة أريد أن أكون قطة. لذلك ما أعرف صراحة إيش مدى صحة هذا الموضوع، لكن يقول لك على إغرار على هذا الموضوع صنعت الشركة اللي إحنا بنتكلم عنها منتجا غريبا من نوعه يحقق حلم مجموعة من الناس، وهي عبارة عن منازل طريفة تشبه خيمة صغيرة زي ما إحنا شايفينها، قابلة للطي وتضمن غطاء للرأس على شكل آذان القطط. الله يشغلنا بطاعته يا شيخ، ايش هذا؟ الحمد لله وشكر من جد. اريد ان اكون قطه. طيب والله انا ما ماني مع الناس وما الوم الناس اللي اصلا كتبوا اريد ان اكون قطه، انا مع الشركه اليابانيه اللي حققت لهم هذا الحلم. يا جماعه ايش في يعني؟ ما شفتوا احلام الهومليس والمتسولين في الشوارع وحاولتوا انكم تحققوا لهم احلامهم فانه بس يمتلكوا مأوى عشان يحميهم من التشرد، تقوموا تحققوا احلام يكونوا قطه؟ ما اعرف يعني، الحمد لله والشكر لله. انا لوم سناب شات لانه الحلم هذا او الرغبه هذه ان اريد ان اكون قطه جاي من فلاتر الغبره اللي احنا بنشوفها. شيء غريب صراحه. نعيش ونشوف. والى اول مره في التاريخ روسي يصل القطب الشمالي على دراجة تحديدا، وصل الدراج الروسي بوغدان إلى القطب الشمالي للأرض مستخدما دراجته الهوائية فقط ليدخل التاريخ كأول شخص يقوم بهذه المغامرة، حيث طارت به المروحية إلى نقطة البداية واندفع منها إلى أقصى نقطة في شمال الأرض، واستمرت رحلته 10 كيلومتر، وبهذه المسافة قدر أنه يدخل موسوعة جينيس. ومبروك الدبلومة. واو، يعني في مغامرات كثير بنشوفها كل يوم، بس حقيقي في حاجات معقوله وحاجات يبغى لها شويه نفكر فيها مره ومرتين، شويه اوقات ما يحتاج نفكر فيها اصلا وبنشغل بحاجات مهمه ممكن ننجز فيها في هذه الحياه. عموما احنا حنكمل معاكم فقراتنا، لسه عندنا حنسلطن صح؟ حنروق اليوم. طبعا راجعين. أكيد.